استقبل معبر رفح البري 60 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد إغاثية وإنسانية متجهة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر منفذ كرم أبو سالم. هذا وتستمر قوات الاحتلال في قصفها العسكري للجانب الآخر من معبر رفح البري، حيث تستهدف المربعات السكنية وأماكن إيواء النازحين. المزيد مع محمد الخطيب من رفح. نعم مشاهدينا الكرام، بعد التحية لازلنا نتابع معكم حركة دخول وخروج الشاحنات المصرية من معبر رفح البري متجهة إلى منفذ كرم أبو سالم. اليوم وبعد انقطاع دام حوالي 3 أيام قلصت فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عدد الشاحنات، يعني نلاحظ أن هناك عدد تدفق يعني ملحوظ نوعا ما لعدد الشاحنات التي اتجهت اليوم من معبر رفح إلى منفذ كرم أبو سالم، وهي حوالي 60 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية، هذا بالإضافة إلى وجود 10 شاحنات تحمل محروقات سواء كانت للغاز أو حتى السولار. ونحن نرى الآن بعض الشاحنات تخرج من البوابة الجنوبية لمعبر رفح البري بعد أن قامت بتفريغ حمولتها وعادت مرة أخرى إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري. إذن هناك تدفقا بسيطا نوعا ما عن الأيام القليلة الماضية والتي قلصت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي عدم دخول بعض من الشاحنات التي كانت متكدسة من أمام معبر رفح البري. على مستوى الصعيد العسكري لازلنا نسمع دوي انفجارات كبيرة ومتكررة اليوم قادمة من الناحية الجنوبية. قوات الاحتلال الإسرائيلي كثفت من غاراتها العسكرية على مناطق متفرقة من الجانب الآخر من معبر رفح البري، ونسمع دوي انفجارات متكررة منذ الصباح إلى هذه اللحظة التي أتحدث إليكم فيها إلى الآن. يمكن هذا هو المشهد لدينا إلى الآن أعزائي المشاهدين، وأعود إليكم مرة أخرى.